السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوكو أخواتي، شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. جات لكم بحلقة جديدة من أرك الأرواح. طبعا هاي الحلقة رح تكون مختلفة بتاتا، ما رح نروض إشي، لكن لا تطلعوا من الفيديو لأنه ما رح نروض شي. بدي أكون تشوفوا هذا الفيديو كامل لحتى تشوفوا الخطة اللي بدي أسويها. بدي أوقع بين حمزة وبين وائل. طبعا رفيقي بالبيت عنده حساب أرك سيرفايفل على ستيم، فأخذت منه استعرت منه هذا الحساب ولح أصور إشي مجنون اليوم. طبعاً إذا بجي بفتح الانفنتوري هتشوفوا اسمي هون هام جيرو. ليش اسمي هام جيرو؟ بدي أروح أخرب. ليش دا أروح أخرب؟ وين دا أروح أخرب؟ بدي أخرب على حمزة وائل. بدي أوقع بيناتهم، بدي أفتن بيناتهم. هو الفتنة أشد من القتل. هي ما تعتبر فتنة، ها؟ لا حدا يجي هلا يعمل لي فتنة ما فتنة. احنا هون جايين نتسلى ولعبة، تعتبر لعبة. فهذا كثير بطيء المشكلة. هلا بدي هلا اوصل لبيت وائل بدي سنة. طبعا جهزت الاغراض كلياتها، حطيتها بصندوق ثاني من شخصيتي الاساسية وعملته مفتوح، تمام؟ فوقت اللي دخلت لهون على العالم الجديد بحساب حمزة، بحساب يعني اسمه هام جيرو، ايش سويت؟ اللي سويته كالتالي، اني رحت اخذت الاغراض هاي. انا حاطط عدة اشياء هون ممكن تفيدني او تساعدني الي، واخذ العدة تبع التهديد، واخذ عدة تبع اللي بدي اكسر فيها الاغراض وكل اشي. فلح اروح عند بيت حمزة بداية، نكتب له عبارة ونسرق منه اغراض باسم وائل، باسم حمزة. عرفت شلون؟ بدي اهجم على وائل باسم حمزة، واهجم على حمزة باسم وائل، والاثنين رح يفكروا حاله انه هذا سرق هاد وهذا سرق هاد. رح تصير الشغلة فيها شوية حماس، والله يسترنا ما يعرفوا انه انا اللي سويت الشغلة. طيب رح رايح على بيت وائل واشوفكم هني. اوكي، ما علينا من كل هاي الامور اللي هون. المفروض اني انا وصلت على بيت حمزة، هيك على بيت وائل هيك المفروض. يب، شايفين التكشيلد؟ يا ترى هذا بيكسر التكشيلد؟ اوه والله كسر التكشيلد. هلا والله، انا منيح. انا على فكرة كنت عامل حسابي جايب معي قربت دقيقة. اوكي نايس، حلو 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 انه اوكي. اذا الصورات عند وائل. طيب الفكرة انهم اجريسيف ولا مش اجريسيف؟ الفكرة انهم اجريسيف ولا مش اجريسيف؟ طيب كيف بدنا نجرب؟ بدنا نقوص اشي. اوكي انا مالي جايب دروع التك، المشكلة لا يا ربي مالي جايب دروع التك. طيب ايش رايكم نقتلهم؟ اوه جاي ادمج الحديد انا. طيب ايش رايكم نقتلهم قبل ما ندخل؟ اوكي، بما اني قتلت هاد وما تحرك. اوه بكسر الحديد. اوكي قتلت هدول اثنين. طيب في اشي لسه عنده؟ بده موت. اوكي لازم نقتل هاد عشان ما يعمل لنا مشاكل. اوه حتى كسرت اشي. اوه والله يا شباب هذا بيكسر كل اشي، هذا بيكسر كل اشي حرفيا. اوكي قتلته نايس، حلو. بما اني قتلته ومش الحال، حلو كسرنا له كل اشي، حلو. هلا بندخل. دقيقة بس خلوني احط هاد هون عشان اخذ الشاب الطيب هاد. حلو، الفكرة كالتالي، في عندي هذا السلاح الديفن. اوه ما بقدر استخدمه، لا لاني مالي ملفل. اوكي المشكلة انه لازم اتعلم هذا، وهذا اذا بدي اتعلمه لازم اكون ملفل. فاهمين علي شلون؟ مو اكون ملفل. فاللي شفته انه هاي هذا بكسر حديد. اوكي قالوا لي ما في ديناصورات عنده جوا. نايس نايس، حلو. وائل ما عنده ديناصورات جوا، حلو الموضوع. حلو معناته لازم هلا شو نسرق منه. صراحة انا دروعه عجبتني، بما انه ما عندي دروع هلا فبناخذ الدروع هاي بنلبسها. يعني صار عنا دروع، في هالشي الحكي؟ ما في شي الحكي. اوه يا الديناصورات، اوه يا الديناصورات يا وائل. اوكي اوكي ما رح نحتاج كل هاي الاشياء نحن. اوه شوف السرعة شلون صارت بهذا ال شو اسمه. اوكي نايس نايس. طيب بما انه هذا بكسر، حلو معناتها بكسر كل اشي، حلو نايس. طيب خلوني اشلح له رجول
لأنه الصراحة كتير سريعة. طيب إيش بدنا نسوي؟ إيش بدنا نسرق؟ إيش بدنا نسرق من هون؟ المشكلة ما بعرف إيش في عنده ولا الصراحة. خلونا نكسر هاي. أوكي هاي ما عنده إشي فيها. طيب سميثي ما أدري والله. المشكلة ما بعرف الشباب وين حاطين أغراضهم يعني. فاهمين علي كيف؟ نشوف هو. طيب ناخذ منه أغراض. ناخذ منه كل إشي، إيش رأيكم؟ طيب بفكر أخذ منه أغراضه الأساسية، إيش رأيكم؟ أخذ منه أغراضه الأساسية أو أخذ له كل جيشه. هذا الجيش مجهزه هو، أخذ له إياه كله. أوكي هلا هسا المفروض يكون حاطط أغراض إله، موارد وهي القصص كلياتها. طيب هاي أوكي هاي. شوفوا شوفوا الفقر، شوفوا الفقر. ما إنه إذا هيك الحكي كسر له كل شيء، خليه يعرف إنه في مين دخل على بيته وكسر له، عمل له وسوى له. أوكي كسرنا له فونديشن حتى. صراحة ما عنده إشي يعني شلون بدي أقولكم إنه يستاهل السرقة، لذلك الذي أفعله كالتالي. أعطيني مانتيكور من هدول المانتيكورات، طلعها هون. أوكي خلينا نحطه. بس اللي بدي أسويه كالتالي، تمام؟ بدي أخذ كل إشي من وائل، كل إشي حرفيا، ديناصورات، كل إشي، ولا أترك له؟ أترك له إشي؟ تعرفوا لازم أترك له إشي مشان يقدر ياخذ انتقامه من حمزة. لازم أترك له شي مشان ياخذ انتقامه من حمزة. أتوقع الدروعة كافية، والله هو أصلا ما عنده إشي محرز. يعني نحكي الأمانة والصدق، ما عنده إشي محرز أبدا. بكفي إنه قتلنا له ديناصوراته. إيش رأيكم؟ والله أنا برأيي إنه بكفي قتلنا له ديناصوراته. خلينا ناخذ كل أغراضه الأساسية اللي معه، كل إشي الأساسي معه آخذه. تمام؟ كل إشي أساسي اترك له بس ديناصوراته. عشان يعرف إذا بده يرد على شو اسمه؟ على حمزة يقدر يرد عليه. بدي أخليهم يوقعوا بينات بعضهم. أوكي. بس. تعال أعطيني، خلينا نحط الأغراض هدول مع مين؟ مع المانتيكور. عشان ما يتخربطوا بيني وبين أغراض، بيني وبين أغراضه. تمام؟ حلو. هلا هيك إيش رح نعمل؟ أصلاً رح نقتله نحن. تمام؟ حلو. قتلنا. هلا هيك صار الوضع ايش؟ ممتاز. كسر له هاي، اكسر له كل اشي هون. اوكي اتوقع انه هيك الوضع تمام. ايش رح نعمل؟ رح نحط له هدول هيك، تمام؟ بس هيك اشي مثل علامة او اشي هيك. اوكي هما بدنا احط، بنحطه هون معناته. اوكي وات؟ اوكي خلص بكفي ولو. طيب نحط له لوحة. اوه اللوحة ايش ما بقدر احطها؟ امزحوا صح؟ اوه بقدر احط اللوحة هون. طيب يلا مو مشكلة، بنحط اللوحة هون. لازمنا تورش بتعرفوا؟ طيب خلونا نكتب عليها اول اشي. اوكي شباب شايفين؟ حطيت له هي هون، حطيت له هون. ايش كتبت له؟ كتبت له انا سمعت انك تحالفت مع محمد مرة تانية. ما في رحمة هالمرة أبدا، تمام؟ شايفين شو كتبت له؟ إنه خلص. بما إنه وائل كان الحليف في الحلقة السلسلة الماضية، فأنا على أساس إنه هو تحالف معي، أنا هي طبعا كذبة بيضة من عندي. كتبته هون، هذا رح يكون إشي سبب لوائل إنه يدخل، عرفتوا كيف؟ إنه لحمزة إنه يجي لعند وائل. فلذلك هذا هلا رح يطير لحاله، فلازم نحطه هون. اوكي خليه هون. نايس حلو، خليه له واحد بس، عرفتوا كيف؟ رح اخلي له واحد. انا والله كنت حاسب حساب اكثر على فكره، لكن بما انه هيك الوضع ما اتوقع انه عنده القدره انه يقتله، عرفتوا كيف؟ ما اتوقع انه عنده القدره انه يقتله. تمام فراح اخلي له واحد هون، وراح اخليه باسف. حلو عشان ما تقولوا لي انه والله هي، خليه باسف، خليه يضربه ليشبع فيه. تمام هو مجرد ايش؟ مجرد تهديد، مجرد تهديد.
فأتوقع إنه وائل خلصنا من موضوع وائل هلا، العملية تمت وأنا بيناته. طبعا إلي رجع لعند وائل، إيش ده أسوي عند وائل؟ بدي أسرق أغراض حمزة، حلو، بدي أسرق أغراض حمزة أحطهم عند وائل، بدي أسرق أغراض وائل أحطهم وين؟ عند حمزة. فمشان وقت اللي يجوا يحكوا مع بعض إنه أنت ليش سرقتني وقتلتني؟ أنت ليش سرقتني وقتلتني؟ لا أنا ما سرقتك وقتلتك. يلاقي أغراض هذا، يلاقي أغراض عند هذا، وهذا يلاقي أغراض عند هذا. لا تقولولي دارسها دارسها الفكرة، الشغلة كلياتها دارسها يا شباب، ماني تارك منها شيء. يعني إنه ما هذا ما أخذ صغير هيك إنه يشكوا فيني، مالي تارك. يعني شلون دارسها بالميل لي. أوكي هلا اللي بدأ يصير إني لازم أروح لعند محل ما عليه تارك شو اسمه الصندوق، أحط أغراض وائل وأحط الديناصورات وكل شيء أغراض معي، وأقتل حالي وأسوي سيرفايفل جديد وأرجع على الصندوق أخذ الأغراض. تمام، فبشوفكم عند الصندوق هذاك. حلو، هلا المفروض الصندوق، أيوة الصندوق قدام يا عيني. حلو، هلا آخر شيء الثاتش هون، خلونا ناخذ هاي الأغراض وناخذ هاد كمان معنا. هلا بنرجع إيش بنحط؟ بنحط كل شيء أغراض هني، كل شيء أغراض معي. لا أحطهم وين؟ بالصندوق، ليكو الصندوق شايفينه؟ هذا فروم ذا ليدر شايفين؟ لا أحط كل إشي هون، خلي البيكاكس الفاصل بيناتهم، بعدها نقول لي كل إشي. طلي هاي وهاد 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 والدروعة كمان. أوكي هلا هيك خلصنا من مين؟ من حمزة ومن وائل. تمام؟ خلصنا من وائل، هلا الدور على مين؟ على حمزة. فلازم ألاقي لي إشي خليه يقتلني وأسوي شخصية جديدة. قالوا سمحت يا تور قتلني بالله نطحة صغيرة. أيوة كفو 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 كفو. حلو هلا بنعمل إيش؟ create new survival وبنكتب هون بالكابيتال إكس، لا عفوا بالكابيتال إكس وإل. تمام، لا هاي بالكابيتال اللي طرح حكينا اكس. اوكي اكس واي. حلو هلا الرسمين انسى كل شيء. حلو حلو حلو، شايفين هلا رسمنا بايش؟ شخصيه جديده. هلا بقى ايش بقى عنا؟ مهمه الوصول الى الدروب، واتوقع انها صعبه جدا، لذلك يا شباب رح اروح اوصل للدروب وبرجع لكم. اوف اوف، وبعد محاولات عديدة وموتات كثيرة الصراحة دايم يعني يا دوب وحات اوصل لهون. صعب صعب الوضعية، صعبة جدا. طيب الحلو هلا انه انا بدي اخذ كل اشي هون، كل اشي صح؟ ما باقي لي اشي هون. اغراض وائل لازم نحطهم عند حمزة، واغراض حمزة لازم نحطهم عند وائل. الا اعطيني اوكي وزن، لازم نزود لي وزن. اعطيني بس. حلو هلا هيك اتوقع انه اموري جاهزه. تمام، بس اغراض وائل اوهو تخربطت الدنيا. يلا على كل حال ما في مشكله، نحن هنحط الاغراض هيك هيك. تمام، بايش بدنا نروح؟ عم بفكر اروح بالبترودون، بفكر اروح بالبترودون. بترودون نايس، البترودون سريع شوي، بنقدر نوصل عند حمزة لأنه حمزة كمان بيته بعيد عن هون. تمام، خلوني أوصل عند عند بيت حمزة وبشوفكم هناك. أوكي يا شباب حاليا أنا عند بيت حمزة، وصلت على بيت حمزة. المفروض إنه هذا بيت حمزة صح؟ يب قريب أمشيرو. حلو نايس، حلو حلو حلو. هلا هيك لازم نكسر هاد صح ولا لا؟ ولا في شيء ديناصورات برا تقوم تدخل تخربهم. عم يكسر خلاص ايزي الوضع. رح انزل هون، ما بدي ادخل بشيء، انا حامل شيء يعني. انا فايت ما بدي افوت بديناصور. تمام، ان شاء الله يكون حاططهم بس هو، ان شاء الله اتمنى. اوكي خلونا نلبس الحذاء عشان نصير شوي سريعين. اوكي نايس، السلام عليكم. اوكي هي حمزة هون.
أول إشي هذول الصناديق. أوكي حلو، المفروض إنه تنفتح. نايس حلو. هلا إيش رح أعمل؟ رح أحط أغراض وائل هون. تمام، رح أحط أغراض وائل هون. ها كان عنده هيل، أعطيني نصهم. إيش كان عنده؟ هاي هذول كانوا كلياتهم عند وائل على فكرة. ها طلع كل هذول الأغراض. أوكي هذول هات لي سباي جلاس وهذول. باي. أوكي أتوقع إنه هذا كل إشي. أوكي أتوقع إنه هذا كل إشي كان عند وائل. طيب هلا إيش بنسوي؟ طيب خلوني أحط الأحذية أصلاً كمان هون عشان ما ننساهم. حطينا الأحذية. هلا إيش نسوي؟ بدنا نسرع حمزة. خلينا نشوف. أوكي والله عنده اشياء صراحة فخمة، صراحة عنده اشياء فخمة، معناتها بنسرق الدروع مثل ما سوينا مع وائل بنسوي مع حمزة. نسرق الدروع من هاد ونحطهم لهاد. وكيف ترك له هدول الدروع؟ ما في اي مشكلة عليهم. طيب ايوه يا الشرير يا الشرير يا الاني. اترك له هدول الاغراض اللي هون. خلي له هدول الأغراض، خلينا نشوف إيش في هون. هون في إشي مفتوح. أوكي مفتوحة. أوه يا حمزة طيب هدول أشياء ثمينة، لازم ناخذهم. شفت علي كيف؟ ناخذ هدول. في إشي تاني وين ممكن؟ أوكي والله عنده ترمينا الكسول كتير غريبة. ايش بسوي فيهم؟ ويا الريبرات ويا الديناصورات. طيب ناخذ له هدول الديناصورات كمان. والله انا مفكر ناخذ له اياهم. جيب يا عمي جيب. اوكي هدول بح 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 حمزه باي باي. طيب المفروض انه لازم نكسر اشي عشان ايش؟ عشان تطلع شغله منطقيه. اولا افكر اقتل هاد، ايش رايكم؟ لكن خلوني البس الدروع عشان ما يقتلني هو. تمام لذلك نقتل هاد. اوكي ما حدا تحرك. هذا ليش ما مات؟ سلامات. اوكي ما مات معناته ما فيه اشي. اوه مات فطس خالص. اوه يا الموارد. اوكي مليانة موارد هاي الاشياء هون. طيب هو عنده شو اسمه؟ اوكي ما عنده من هديك. طيب هدول ايش في هون اغراض؟ والله في اغراض كثير عنده. نكسر هدول. والله الهيلة عالي هاي. طيب ايش نكسر له؟ بدي اكسر له اشي يكون محرز يعني الصراحة. لا اله الا الله. صراحة ماني عارف ايش بدي اكسر له. الو صح بدنا نقتله نحن صح؟ بدنا نقتله. فالمفروض اني اسرق منه الارتفاكتات كمان. الارتفاكتات كلياتها مفيدة بالنسبة الي. واعطيني هاي. اعطيني كمان ايش بدي اخذ كمان؟ اعطيني هاد وهاد. حلو هات الارتفاكت هاي. اوكي اتوقع انه هيك صار تمام الوضع. قتلنا. نايس الوضع هيك صار ايش ايزي وتمام يا شباب. اتوقع انه هيك خلص وانا بيناتهم بما فيه الكفاية. اوكي خلونا نقتل هاد عشان ما يعملنا مشاكل. هلا موت 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 حبيبي موت. خلاص خلصني. اوكي فطس. اوكي حلو اتوقع انه هلا لحد هون صار كافي مع حمزه. اغراض وائل حطيناهم هون احنا صح؟ يب حطينا اغراض وائل هون. فاللي حيصير حاليا انه هذا ما بيدري عن هاد وهذا ما بيدري عن هاد. فهلا ايش نسوي؟ بدنا نروح عند وائل بس نحط هدول الاغراض. لكن قبل ما نروح عند وائل خلوني احط التهديد هون. اوكي شباب شوفوا شو كتبت له. نحن اتفقنا انه بدنا نهجم على محمد. انت بدك تتحالف معه
انا بورجيك كيف التحالف. تمام يا شباب، هيك كانت طريقتي بتوقيع بيناتهم. هلا اتوقع انه رح ترجع تنشب حرب ثانيه بينه وبين وائل. تمام يا شباب، الفكره اللي بدي اسويها اني بدي انزل جايب معي هدول. اوكي، هذا واحد طلي يا باسف، هذا الثاني طلي يا باسف. لا هذا الجيجا، ايش بدنا فيه؟ تعال جيجا، تعال 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 تخرب بيتنا. اوكي نحط هاد، اوكي كمان هذا واحد، اوكي باسف، ونحط كمان واحد ثالث، اوكي كمان باسف. بس مجرد ايش؟ مجرد تحذير، مجرد ايش؟ مجرد تحذير. اوكي الدروع هاي والاغراض تبعات حمزه احطهم عند وائل بصندوق عنده، فهمت علي كيف؟ لازم هلا وين نروح؟ لازم نروح عند مين؟ عند وائل. اوكي يا شباب شايفين؟ هلا هون هذا من هدول من همجيرو، يعني وائل رح يدخل هلا بشخصيته رح يشوف هدول انه هن تبعات تبعات حمزه، وحمزه رح يشوف انه هدول تبعات وائل. كيفكم فيها؟ بالله عليكم كيفكم فيها؟ والله خطة اسطورية. الفكرة هلا انه وين بدنا نحط هاي الاغراض؟ وين بدنا نحط هاي الاغراض؟ ايش في هون مفتوح؟ اوكي هي مفتوحة. حلو حلو حلو. هلا ايش بنسوي؟ بنحط كل الديناصورات تبعات حمزة هون. كل اشي كل اشي كل اشي. اوكي اوكي لا 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 ايش سويت انا؟ اوكي هذول كمان، هذول كمان، وهذول حلو، هذول حلو، هذول اوكي هذول كلهم تبعات حمزه، حلو هذول كلياتهم تبعات حمزه. حلو يا شباب هلا هيك حطيت أخر. اوكي لا البدله، البدله لازم احط البدله، احط لي البدله هاي. نايس نايس والله هيك الامور اتوقع اتوقع انها ممتازه، اتوقع انه هيك امور صارت ممتازه. وانا بين الاثنين ما اتوقع اني تركت اثر خلفي، انه وراي انا تركت اثار او اي شيء، عرفتك شلون؟ فالامور كلياتها كانت تمام 100%. ما اتوقع ناقص شيء، ما اتوقع ناقص شيء. فلهون يا شباب رح اكون وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم واستمتعتوا فيه، والفكره كمان كانت شريرة جدا، يعني انا هيك حاسس ان الفكرة كانت جدا شريرة، لكن خلونا نشوف شو اللي حيصير بعدها. وبس لا تنسونا من زر اللايك، اشتراك بالقناة اذا ما كنتوا مشتركين، واهم شغلة لا تروحوا وتعلموا الشباب، لا تروحوا تكتبوا للشباب بالتعليقات انه محمد هيك 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 سوى فيكم. اوكي شباب، فبس اشوفكم في فيديوهات ثانية، السلام عليكم.